أطلق رسميا صباح اليوم أمين الدولة في الصحة العامة دكتور محمد النظيف يوسف الحملة التطعيمية ضد مرض حمى السحايا بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية بالبلاد وعمدة بلدية جمينة إلى جانب المدير العام لمستشفى الأم والطفل والعاملين بالحقل الإعلامي. المزيد في تقرير سعيد أحمد حسن. للوقاية من داء حمى الصهاء أي المينيجيت الذي يعد أحد الأمراض التي تحصد أرواح الرضع والأطفال في بعض دول إفريقيا، منظمة الصحة العالمية أوميس ووزارة الصحة العامة بالبلاد إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونسيف وبعض الجهات المتعاونة قررت الوقوف في وجه هذا المرض حتى لا يفتك بحديثي الولادة والنشأة من أبناء الوطن. عمدة بلدية جمينة مريم جمع عبيد في كلمتها الافتتاحية وجهت نداء لعمد دوائر العاصمة والأهالي والأسر لدعم إنجاح هذه الحملة التي تهم الجميع. أما الدكتور أيان ماما كوري شورو ممثلا لممثل منظمة الصحة العالمية في تشاد أعطى شرحا موجزا عن المرض وخطورته وكيفية اكتسابه وطرق الوقاية منه والتي لا تتم إلا عن طريق التطعيم حسب قوله، متمنيا ألا يسجل في دفتر الوفيات اسم جراء هذا الوباء. أما الدكتور محمد النظيف يوسف أمين الدولة في الصحة العامة ممثلا لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو أعرب عن فرحته بهذه البادرة باعتبارها خطوة إيجابية تخطوها الوزارة. منذ هذا التطعيم لم يظهر هذا المرض في تشاد في البلاد أبدا. هذه النتائج المشرفة جاءت نتيجة الجهود المختلفة أمهاتنا أخواتنا. التطعيم ضد مرض السهاي يبدأ اليوم يوم 7/7/2017. قدموا أطفالكم من سن 0 إلى 11 شهر في المراكز الصحية المنتشرة في البلاد كلها. إن تطعيم الأطفال لعمر 9 شهور يقي الطفل من المرض لمدة 10 سنوات. يتم تطعيم الأطفال عبر الحقن في الفخذ الأيمن وبذلك يكون الطفل محمي من الإصابة طيلة 10 سنوات المقبلة بمشيئة الله.